وفي جزئيه كمان في الحقيقه عايز اتكلم فيها بخصوص شيكابالا يعني. وبعض الجماهير القليلين او الصغار في السن المتحمسين او للنادي الاهلي، كلنا متحمسين وكل حاجه، لكن في قله صغيره قوي بيشبهوا اللاعب بامور غير مناسبه وحاجات يعني مش مطلوبه اطلاقا يعني. كل الاحترام لشيكابالا، لعيب جيد، وكل الاحترام لكل عنصر داخل نادي الزمالك ولجهازه الفني بكل تاكيد بعد مباراه الامس. مش مطلوب الامور دي يا جماعه، احنا نفرح، احنا النادي الاهلي بنفرح عشان لما بنكسب بطوله، حتى لو على حساب فريق كبير زي نادي الزمالك، لكن دايما الهدف عند جماهير النادي الاهلي ان انت بتبقى عايز تكسب اللقب ده بغض النظر انت بتلعب مين. الهدف عند النادي الاهلي انك تحقق طموحاتك وتحقق الاهداف اللي انت حاططها بالنسبه لك عشان توصل لها. انت بقى هتلعب الزمالك، هتلعب النجم الساحلي، هتلعب الطرق، ايا كان ايا كان. فبالتالي مش عايزين ان احنا نتجاوز في حق احد، الاهلي كبير، عايزين نرسي مبدا الروح الرياضيه ونبذل تعصب، ده هيبقى امر مهم جدا. والفتره الجايه بقى عايزين هدوء يعني، الفتره الجايه نرجع لزمن وعصر الهدوء ما بين الاهلي والزمالك باذن الله يعني، ده امر هيبقى مهم جدا جدا جدا. فهارد لك الجمهور نادي الزمالك.